يعيشك وبيك، ميرسي بوكو. يعيشك صيف على الابواب هكا ولا لا؟ لما حنا جينا على بكري سنة خاطر جاي يومات ياسر سخان، وكي يجي الصيف فما برشا حاجات اللي تظهر فصل الصيف، غلة تكثر استهلاك يكون الحوت وكل شيء، ولكن زاد فما عادات اخرى. يقول لك انا جا الصيف وتحليت وسمنت وزدت في البوا، صحيح من غلط في هذايا الكل؟ وشنو هما الحاجات اللي نميلوا لهم، الحاجات ايفيتي؟ باهي، لهنا يلزمنا اول حاجه نميلوا للحاجات نتاع الصيف. دونك اول حاجه الخضره والغله، كي نحكيو مثلا الخضره نتاع الصيف اللي هي مثلا الفقوس، الطماطم، البصل، وهذوما نلقاو فيهم برشا ماء وبرشا الياف. دونك باش يحسنوا عمليه الهضم، باش يحسونا اكثر بالشبع. ديما كي نحسوا عمليه الهضم ونحسوا احسن بالشبع، وهذاك ديجا انديس لي احنا باش نضعفوا، خاطر بدا نمشيو اللي يخدم احسن وباش نقصوا من الماكله الزايده. الغله اللي فيها برشا ماء وبرشا فيتامينات، ساعات في لي ريجيم كي نعملوا دي ريجيم ويصير ان بلوكاج، او فيت هذاك النقص في الفيتامينات. داكور. قد ما يكون عندنا اكيليبر في المعادن الفيتامينات نتاعنا، قد ما البدن نتاعنا يحرق احسن. دونك الغله لهنا نتاع الصيف اللي هي كلها ماء، زاد كيف كيف نحكيوا على البطيخ، الدلاع، الخوخ، راهم باهين برشا في لي ريجيم بالنسبه للناس اللي تحب تنقص في الميزان. داكور. دونك الكمية غله ما يسالش. يعني عنب، زاد جاي، فوالا. اي دونك هذوما الكل باش ناخذوهم في بلاصه الحلو اللي كنا ناكلوه في الشتاء، في بلاصه مثلا الجازوز اللي نحبوا نبردوا به، معناتها نحبوا نرويوا به واحنا في الشتاء. دونك اللي باش ناكلوا الحلو نوليو ناكلوا الغله، في بلاصه اللي باش ناكلوا نشربوا الجازوز باش ناكلوا الغله. دونك منه ديجا اقل دي كالوري باش، معناها فريمون حاجات ما يتقارنوش. مي اوسي ننفعوا البدن نتاعنا. داكوغ. دونك هذا بالنسبه للخضره والغله كوم ان جروب اليمونتير اللي في الصيف فريمون. اكزاكتومون. اي تو افي. هوني وقبل ما نمشيو لبقيه النصائح، خلينا في الغله سورتو، الخضره والغله خاصه. الناس اللي تقول لك هل مثلا الدلاع حلو برشا فيه بالحق برشا ماء، ولكن هل انه ينجم كي كثر منه يمشي للعكس واللي يسمن السكر فيه برشا، والا مش مشكله كثروا من الغله قد ما نحبوا؟ باهي، شوف بالنسبه للدلاع والبطيخ هما سبيسيالمون ما فيهمش السكر برشا، معناها parmi les fruits les moins sucrés. Par contre فيهم برشا ماء، والسكر نتاعهم يخلي الاندكس غليسيميك يطلع، معناتها المؤشر السكري. دونك مش باهي بور لي ديابيتيك باغ اكزومبل، مي باغ كونتخ بالنسبه للريجيم راهو يعاون برشا، على خاطر فينالمون كي نحكيو على السكر مش برشا. كيفاش نجمو نقصوا في الاندكس غليسيميك نتاعو؟ ديما ناكلوه بعد الغربا بالضبط، مثلا بعد الفطور نجمو ناخذوا الدلاع نتاعنا، بعد العشاء ديجا نكونوا خذينا الوجبه متكامله، وناخذوا بعد الدلاع على خاطر السكر اللي فيه مش باش يصير الامتصاص نتاعو بطريقه معناتها فجائيه. كبيره. فوالا، ثاني حاجه ديما ماذا بينا ناخذوا الدلاع البطيخ والغله افيك اون ماتيغ غراس، باش نجمك الليكوبين اللي هو المضادات الاكسده اللي حاشنا بهم واللي يعطيو معناتها لي بوليفينول اللي يعطيو اللون الاحمر للغله نتاعنا، يصير الامتصاص نتاعهم احسن. دونك مثلا عشيه واحد قايل وقام والا في الليل ما عندوش باش ياكل، يحب ياخذ صحن دلاع. احسن انه ناخذوه مثلا مع شويه زوزه كاكاويه فيكيا كونتيتي صغيره نتاع 30 غرام ابخي، وناخذوا من بعد بوج ولا بوجين دلاع. دو سيت فاسون نجمو نقصوا امتصاص السكر في الدم، مي او ميم طون ناخذوا المنفعه نتاعو والامتصاص نتاع لي بوليفينول هذاك يكون احسن. داكور. فوالا، دونك فينالمون الغله مستحبه وتنجم تعاون تكون لالي ريجيم بالنسبه لفصل الصيف. سورتو انواع الغله هذه اللي كنت تسمي فيها الكل، تبارك الله في الصيف اون لون باغي دو شوا. بخلاف الخضر والغلال، شنو اخر ينجم يعاوننا على ريجيم تاع الصيف؟ دونك لي غريات، توا باش الناس يوليو ماذا بيهم تك تك حاجه فيسا فيسا تيب، مش معناتها تقعد برشا وقت ومش دي بلازان شويه. دونك لي غريات لهنا غير ما تقلقوش برك، على خاطر اول حاجه نحكيو على استعمال قليل للمواد الدهنيه. كيف تشوي حاجه مش كيما باش تقلي والا باش تجيب اون سوس. دونك الحوت، الاسكالوب، الدجاج، حتى اللحم معناتها ما يقلقش. ديما نختاروا في اللحم اللي مغسول ما فيهوش بيان سور برشا غريس. بيان سور نحكيو لهنا على لي زومليت، نحكيو على العجه، نحكيو على شكشوكه الصيف، معناتها الحاجات اللي هي تيب فيسع، وديما تلقانا باش نستعملوا شويه دهنيات، اما باش نستعمل اموال المنفعه نتاعنا باش تجيب لي بروتيين. اي لي بروتيين يعاونوا برشا راهو بور ديفلوبي لاماس مسكولير، بالنسبه للناس اللي الماس مسكولير نتاعهم ناقصه باش يشبعنا. وكي نحكيو راهو ماس مسكولير نحكيو ديما نحسنوا عمليه الحرق. راهو توا في لي ريجيم اون بارل با اونيكمون معناتها ان ريجيم نطبقوه نضعفوا ومن بعد نوحلوا، راهو سي بلوس كيفاش نحسن عمليه الحرق نتاع بدني باش نضمن اني نضعف اي سورتو غاردي لو بوان بات. فوالا. دونك هذا دوزيام جروب اليمونتير. دوزيام جروب، وانت حكيت على الناس اللي تمشي اكثر في لي غرياد، فما معناتها اللي يحب يشوي شوي فوالا في الفيراندا ولا في البالكون نتاعو ولا غيره، فما برشا ناس تميل بطبيعتها في فصل الصيف لكل ما هو حوت وفخوي دماغ اكثر منه في فصل الشتاء. هذوما زاد
هذول محبذين في الصيف؟ وي محبذين برشا على خاطر ديما كي نقولوا حوت بيان سور نقولوا معناتها سي دي بروتيين اللي ما فيهمش برشا مواد دهنيه، نعرفوا اللي فيهم بوكو دوميغا 3، دونك ديجا الاوميغا 3 باهي بور لو سيستيم كارديو فاسكولير للقلب والشرايين وباهي للمخ. اي دونك كي نقولوا باهي للمخ راهو باهي للمورال نتاعنا، سيرتو بالنسبه للناس اللي يحسوا روحهم محرومين والا اللي ياكلوا دون فاسون ايموسيونيل. معناتها تلقاه العبد هذاك كي ياكل اكثر حاجه فيها اوميغا 3 يولي نجم يقاوم الجوع، الجوع العاطفي سيرتو، سور لو بلون سيكولوجيك تلقاه ايكيليبري اكثر، وهذا يعاونه باش نجم ينظم الوجبات نتاعو ويضعف. فوالا هوني كي نحكيو على الحوت عندنا الفامو بلا التونسي اللي في الصيف يحبوه برشا ناس، حنا المقلي. وي هوني الحوته بين حوته مشويه وحوته مقليه، نفس الحوته يذولي تتبدل المعطيات والكالوريات وكل شيء. بيان سور اي بهوني نحب نوضح حاجه بليندا، راهو كي نقولوا حاجه مقليه معناتها لليمون تاعنا يعوم ويغطس في الزيت. مش معناتها حطينا شويه زيت على القلايه وشويناها. فوالا دونك هذا دون بار دوتر بار. صحن المقلي انا لو كونساي ديما اللي نعطيه حاجه واحده مقليه، معناتها سوا لي فريت سوا الحوت. باغ كونتخ الطماطم تطيب دون مانيير سان، معناتها باش نقصوا طماطم شويه ثوم زيت زيتونه صحيه ما فيها حتى مشكله. العظم اللي باش نحطوا فيه نكته زيت بوشي في الماء ولا وبيان حتى في نكته زيت معناتها في القلايه نتاعنا ما تقلقش بالكل، حتى في نكته زبده خاطر راهو لي كالوري ما يفرقوش برشا. باغ كونتخ سوا باش ناخذوا معاها الفريت بور لو بليزير، سوا باش ناخذوا الحوت المقلي. الاحسن نمشيو في الحوت مشوي ونخليه طايف فريت. دونك فوالا نختاروا حاجه واحده مقليه. وهوني تهزنا البلا اخر صيفي زاده اللي كله مقلي، عرفتي علاش نحكي؟ الكفتيجي. الكفتيجي اي دونك الكفتيجي هوني لو كونساي ديما راهو نقول بالحق اعملوه في الفور بالنسبه للناس اللي عندهم بيان سور الفور، خاطر باش يمشيو يصيفوا الكل يقول لك جيب له شوا نجم حتى فوق فوالا معناتها على الغاز يشويهم. تو تافي اي دايوغ اقل كونسوماسيون تاع زيت اقل وقفه بالنسبه للنساء والرجال اللي طيبوا يقول لك سي فغي ما عادش نقف يسرى على الغاز. يجي بنين على خاطر الخضره كي باش تجيب كلها مع بعضها. دونك فما راهو ان ميلونج دو سافور بنين برشا ولي نوتريمون الفيتامينات نتاع القاع الاحمر والقاع الاخضر والطماطم والكل. تو تافي دونك جوست لو كونساي نحطوا البطاطا اللوطا ونحطوا فوقها الخضره باش هي الماء نتاعها يطيب البطاطا هذيك، التفويح يقعد هو بيدو، العظمه كيف ما قلنا بوشي والا في الزيت، وراهو يحافظ على البنه نتاعو ويجي حاجه صحيه وتكون بنينه. جربته ويجي بنين على ما تفرقش فيه بين المقلي وبين البني. دونك حكينا على الخضر والغلال، حكينا على لي بروتيين وعلى اونتر اوتر طريقه الطهي اللي هي تفرق برشا في معناتها في الكالوريات. هذوما لي زاليي يكفيو باش واحد يعدي صيفيه خفيف مرتاح ولا نجمو نزيدو حاجه اخرى؟ هو نجمو نقصوا حويجات. دونك مش ديما لي غلاس، مش ديما لي جاتو، راهو الجازوز والماء البارد ما يرويوش، يلزمنا ما يكون ا تمبيراتور امبيونت خاطر راهو كي نحبوا نقصوا شويه في الميزان ونحافظوا على صحتنا لازمنا برشا ماء. فوالا وكي نشربوا الماء البارد عندنا لامبرسيون اللي احنا تو تافي اون لامبرسيون اللي احنا طويينا مي ريالمون لا. دونك راهو ناخذوا الماء ومن بعد نشوفوا احنا كان هكا ناخذوا معناها كونتيتي صغيره نتاع جو ولا نتاع سيترونات ولا حاجه، هذه هي الحاجه المهمه. وثالث حاجه دونك حكينا على الماكله الماء اللي هو النوم، اوقات النوم مهمين برشا انه راهو نستحفظوا على النوم نتاعنا. راهو اذا كان نرقدوا 8 سوايع ما هما من نص الليل ولا ماضي ساعه ولا ماضي ساعتين ما عندهم حتى قيمه بارابور كي نرقدوا مثلا ل 11 ل 10 ونص. داكور سي با دو تو لا ميم شوز. كي نحبوا نقصوا في الميزان والا نصفيوا البدن نتاعنا ونحافظوا على صحتنا لازم راهو سوايع نوم كاملين ونرقدوا ديما قبل نص الليل بشوي. فوالا هكاك حتى البدن يجي وبيظهر لي في الريجيم ينجم يعطي جواب. قبل ما نختم معاك اخر سؤال، هذايا الحقيقه نحط روحي في بلاصه الناس اللي تتفرج يقول لك انا توا هذا كل نجم نعمله في حياتي اليوميه في داري، نعدي سيف كامل غله خضره حوت هكا مشوي حاجات ما نعملش اكسي في القليل، ولكن نسينا حاجه مهمه العروسات الحلو بربي خذ كعبه بقليوه بربي هكا الماخذه بالخاطر وكل الفروحات والمناسبات الهوني كيفاش الواحد يتعامل معناتها. عملنا احنا حلقه حسبنا الكالوريات نتاع كعبات الحلو كيف كيف نكملوا خلينا نختموا باش على الاقل اللي يمشي ما يفزتش على روحه السهريه معناتها. اي تو تافي هو اذا كانوا العرس في سهريه معناتها لازم ديجا نحاولوا ناخذوا حاجه خفيفه في الدار تكون بروتيين وخضره خاطر هذيك راهو مقنعين معناتها او موا فوالا دون بار نمشيوش احساس الجوع كبير خاطر وقتها باش نوليو نجموا ناخذوا برشا سكريات وناكلوا اكثر من اللي نستحقوه ودونك باش نزيدوا في البوا. اي دوتر بار حكينا قبل على الاندكس غليسيميك مؤشر السكري، راهو كي ناخذوا الوجبه نتاعنا تكون فيها الياف اي دي بروتيين كي باش نمشي من بعد ناخذ كيس سيترونات وكعبه بقليوه الامباكت نتاعهم يكون اقل من اللي نمشي على معده فارغه.
خاطر البدن يلتهم لكل شيء وقت فوالا توتافي اكزاكتومون هذا هو بست اوكي توتافي دونك نقولوا احنا في الجمعه اذا كان ديجا نكونوا مشينا مثلا خمسه ايام منظمين في الماكله نتاعنا نهي باش نعملوا ديزيكار في البحر مثلا ولا في عرس ولا في مناسبه ما فيها بس مع العلم انه عروستنا سبع ايام سبع ليالي المهم ماخذه بالخاطر باهيه وليكيليبر باهي اما كي يبدا واحد على الاقل عارف روحه عنده عرس ومستاذن من قبل يمشي مريقل مريقل باش يخليك تبل بيزا او موان في نهار الاصداع هكا ولا لا فوالا يعطيك الصحه مريم نشكرك برشا ميرسي بوكو مريم توكيبري اخصائيه تغذيه ضيفتنا اليوم في بدل حياتك حكينا على الريجيم ديتي ولا بلوتو لي زاليمون بريفيليجي في فصل الصيف يكونوا ندخليه للصحه جيده وسورتو انه نحافظوا بها على الوزن بتاعنا علاش ليه اللي يحب يخسر الوزن مع العلم انه الطقس الحقيقه يشجع باش واحد العشاء يعمل مارش باش يتحرك شويه هكا ولا لا مش كيما في الشتاء مش كيما في الشتاء الحركه وما تعمل انيكيليبر انيكيليبر فوالا يعطيك الصحه مريم نشكرك برشا ميرسي بوكو معك انت ختمنا حلقتنا اليوم في بدل